ألف ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، للاعبين والجهاز الفني. زي ما احنا شايفين فرحة كبيرة، فرحة يعني كلنا واحنا بنتفرج على المباراة ما عندناش شك، يخطئ من يظن أن الأهلي ممكن يخرج من غير ما يكسب هذه المباراة. دائما احنا أصحاب الأوقات الصعبة، لعيبة النادي الأهلي أصحاب أوقات صعبة فعلا. النهاردة يعني زي ما بنتكلم كده، يعني ما شبه الأمس باليوم، مباراة الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر 84 و88، كابتن علاء ميهوب بيحرز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ثم كابتن طاهر أبو زيد وكابتن خالد جدلة. النهاردة عمرو جمال بيحرز هدف التعادل، ثم يحرز هدف التقدم للنادي الأهلي والفوز بكأس مصر كابتن أحمد فتحي بجون رائع جدا جدا جدا. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. النهاردة فرحة كبيرة بتحقيق الثنائية، فرحة كبيرة بتحقيق الدوري والكاس موسم 2016-2017، حاجة رائعة، جمهور رائع، لعيبة رائعة. لكن طبعا احنا يمكن عشان اهلاوية قوي، فطول المباراة كان نفسنا من الاول يكون الشكل زي ما احنا شايفين، الهدفين دول يكونوا في الاول، ولكن طبعا ربنا بيشيد دايما للاخر، دايما للمجتهد واللي بيتعب. اعتقد ان النادي الاهلي هذا الموسم تعب كتير، تعب كتير، لعيبة تعبت، جهاز فني، مجلس ادارة، حتى يعني الجمهور نفسه واقف ورا فرقته بشكل كبير، فبالتالي لازم كانوا يستحقوا هذه البطوله ايضا. ان شاء الله يعني بطولات قادمه، سواء بقى احنا اخذنا دوري وكاس، ان شاء الله بطوله افريقيا ايضا، لكن طبعا خلينا نفرح مع اللعيبه زي ما احنا شايفين على الشاشه فرحتهم بهذه المباراه وبهذه البطوله، بطوله كاس مصر 2017 للمره 36 في تاريخ النادي الاهلي، النادي الكبير، النادي العريق، اللي دائما دولاب هذا النادي مليء بالبطولات، دايما كل يوم نصحى وننام ونصحى نلاقي بطوله داخل هذا الكيان الكبير، النادي الاهلي نادي كبير زي ما احنا سامعين جماهير وطبعا احباء النادي الاهلي، وهم دايما بيرددوا مع النادي الاهلي ومع اللعيبه طبعا، اهلي اهلي اهلي. زي ما بقول لكم قبل اللقاء نفسنا كنا نسمع الجمهور وهو بيقول العب يا اهلي، الشياطين الحمر هم اللعيبه، هم الشياطين موجودين في الملعب بيحرزوا هدف اللقاء. معايا كابتن سمير كمونه في الاستوديو هنا بيرقص مبسوط، كلنا مبسوطين، كلنا فرحانين، لعيبه رجاله لغايه اخر دقيقه. كنا نتمنى زي ما بقول لكم كده من اول المباراه يبقى هذه الفرحه موجوده والاطمئنان موجود، ولكن هي دي الاثاره، هي دي اثاره كره القدم، ان انت تبقى لغايه باخر دقيقه واثق في فرقتك، واثق ان هي هتكسب، وده اللي بيحصل دايما مع النادي الاهلي. بلس 90، بلس 90 دي افتكروها دايما، يعني دايما النادي الاهلي موجود في الدقائق الاخيره وفي الاوقات الصعبه والمواقف الصعبه. احمد فتحي وعمرو جمال بيحطوا النادي الاهلي في البطوله 36 طبعا، بالاضافه الى زمايله زي ما هم انتم شايفين كده، اللعيبه بتحتفل بحسام غالي اللي خلاص دي يعتبر اخر مباراه ليه، وهيتجه
لفريقه الجديد النصر السعودي. ايضا عمرو جمال اخر مباراه ليه وهيتجه ايضا لفريق بيتفيست. يعني فرحه كبيره جدا كله. بص ايد واحده جماهير لعيبه النادي الاهلي، ايد واحده في كل حاجه، وهي دي سر النادي الاهلي، الجماعيه في كل حاجه، الحب كله بيحب بعض. يعني اعتقد انها حاجه مميزه جدا جدا. هسيبكم تسمعوا فرحه اللعيبه وحبهم لبعض وحبهم لهذا الكيان الكبير. يعني اكيد طبعا احنا زي ما احنا شايفين هذه الفرحه، يعني في انتظار طبعا التتويج، مراسم التتويج، مروان محسن، هشام محمد الوافد الجديد للنادي الاهلي، باسم علي، حسين السيد، كله واقف، كله سعيد، كله ايد واحده، كلهم مبسوطين، كلهم سعداء بهذه النتيجه وهذه البطوله. انا مش شايف انها بطوله غاليه جدا جدا الامانه، بالامانه يعني حسام حسن تعامل مع هذه المباراه بشكل جيد، ولكن اللي يستحق الفوز هو النادي الاهلي. مفيش ابدا يعني ان احنا نكون، يعني انت بتتكلم ان احنا شغالين على مدار المباراه على مرمى واحد، مرمى المصري، ما ينفعش ابدا ان الكوره ممكن تيجي من هجمه مرتده وتحرز منها هدف وتاخد هذه البطوله، وانت اصلا في هذه المباراه انت اللي شغال، انت اللي راكب هذه المباراه. زي ما احنا شايفين اللاعبين، زي ما احنا شايفين الفرحه، كابتن ربيع، كابتن وليد، كابتن سمير كمونه، رايكم ايه؟